مبدئي للوصلات الميكانيكيه والكهربائيه لجميع انظمه التكييف. بمعنى طبعا لو نلاحظ هنا فتحات الصيانه لازم تكون مفتوحه قبل عمليه الاختبار والتشغيل، عشان لو لا قدر الله في اي عمليه ليكج. وانا هنا بس هنرجع لنقطه نتناقش فيها مع بعض، يا ريت تذكروني بيها، موضوع صرف التكييف والبيت راب اللي بيتوصل بالماكينه، وفي فيديو توضيحي برضو موثق بيه، ولكن هنتكلم على موضوع الاير فنت قبل وبعد. هقول لكم الخبرات اللي انا اكتسبتها فيها قبل ما نروح لعمليه الصيانه الدوريه. هناخد استراحه لمده 7 دقائق ونرجع تاني مشيئه الله. هنا قبل اعداد التشغيل النهائي لانظمه التكييف الكونسيل، لابد من القيام بالاختبار والفحص المبدئي للوصلات الميكانيكيه والكهربائيه لجميع انظمه التكييف، وفتح فتحات الصيانه للمكيفات لكي يتم مراقبه التكييف اثناء عمليه الاختبار والتشغيل التجريبي. وبعد التاكد من الكفاءه التبريديه ونجاح المنظومه، يتم اغلاق فتحات الصيانه والتشغيل النهائي للتسليم. طبعا فتحات الصيانه مهمه جدا، طبعا نبدا نركب السيرموستات الخاص بينا في الاماكن المعتمده، ونخلي المكيفات كلها على وضع المود، نقلل الدرجه لدرجه 16، نخلي المكيفات شغاله 24 ساعه، عشان نلاحظ لو لا قدر الله في تسريب فريون. ولكن اعتقد بعد المدرسه اللي احنا شغالين عليها بالتشيك والاختبارات، احنا متاكدين بنسبه 100% ان ما يكونش عندنا اختبار ان ما يكونش عندنا اي ليكج للمواسير النحاسيه، لانهم شايكين على كل مرحله بشكل جيد جدا. وطبعا التشغيل التجريبي والتاكد من الكفاءه التبريديه لمده يعني 24 ساعه، ودي نقطه جوهريه بشكل كبير جدا. انا عايز بس نتناقش في نقطه مهمه جدا، ويمكن كان في بعض الاسئله عليها، وانا هقولها لكم بناء على الخبرات العلميه والعمليه. موضوع البي تراب وموضوع الاير فنت. موضوع البي تراب وموضوع الاير فنت. موضوع البي تراب وموضوع الاير فنت ده موضوع هام بشكل كبير جدا، انه الاير فنت بيكون قبل البي تراب في اتجاه الماكينه ولا بعد البي تراب. طبعا في هنا اختلافات كتيره بشكل كبير جدا. طبعا هنا ليه احنا موصلين ماسورتين؟ لانه الماكينه هنا دي تقريبا ماركت جري، واغلب الماركات دلوقتي عندها نظام ووتر بامب في الماكينه، فبنوصل الووتر بامب، وده افضل اليه لتوصيل صرف التكييف عن طريق اللي هنا في الجزء ده، نركب افيز هنا وافيز هنا، وهنا ماسوره الدريم بايب وماسوره الجرافتي. في بعض الشركات انا بشوفهم بيركبوا الووتر بامب بس، انا مش مع المدرسه ديت على الاطلاق، لانه هنا بيكون في مخاطره الا اذا انا مضطر ليها. انما لو انا عندي المنسوب ان انا اوصل الووتر بامب مع الجرافتي واعمل البي تراب بتاعنا واركب الاير فنت، طيب هنا بقى اكتسبنا بناء على الخبره ايه؟ لو مروحه الوحده الداخليه، لو مروحه الوحده الداخليه في الامام، طبعا احنا عارفين ان في بعض المكيفات بتيجي مروحه في الامام في اتجاه الماشين كونكشن، ومروحه بالخلف في اتجاه الفلتر. لو المروحه في الامام في اتجاه الماشين كونكشن، نركب هنا الاير فنت في هذا الجزء بعد الماكينه وقبل البي تراب على طول، على اساس ان احنا نحافظ ان احنا ما يكونش عندنا نيجاتيف بريشر داخل الحوض، وبالتالي يبقى فيه سريان للميه بشكل كبير جدا. طيب الصوره الثانيه، امتى نركب الاير فنت بعد البي تراب؟ لو انا عندي المروحه بتكون هنا، ما بتكونش في الامام، المروحه بتكون هنا في الجزء الخاص بالفلتر. في الحاله دي لا، لازم اركب الاير فنت بعد البيتراب، ودي طبعا ممكن نتناقش فيها على الجروبات المعتمده، لانه فيها مدارس كتيره. ده انا بقول على حسب خبراتي المتواضعه، وده كان جزء مهم جدا. وطبعا عندنا فيديوهات توضيحيه لتاسيس صرف التكييف. وده طبعا كانت المراحل الجوهريه لتاسيس انظمه التكييف بشكل عام، وتحديدا الاحتياطات الواجب مراعاتها لتاسيس انظمه التكييف. هنيجي بعد كده للنقطة الجوهرية طبعا في خدمة ما قبل البيع، وكل ده موثق بفيديوهات علمية وعملية. طبعا نتشرف باللي هيشترك معانا في الدورة التدريبية لأنظمة التكييف الـ VRF System، والحصول على جميع المستندات العلمية والعملية. وأيضا تقدروا تدخلوا على قناتنا على اليوتيوب، تطلعوا على الفيديوهات السلام العلمية عليكم والعملية ورحمة أيضا، الله كلها موجودة وبركاته. على معاكم المهندس لينكاتنا. علاء الدين نتشرف باللي الإردواز هيشترك واللي ما الفدي. يشتركش. احنا عندنا هنا قناتنا الارضواز الفدي للتكييف، هنبعت لكم اللينكات كلها على الجروب المعتمد. عندنا هنا الموقع الخاص بينا في على جوجل ماب، بفضل الله احنا يعني
بتقييم عملائنا، لو كتبنا شركات التكييف بجيزان احنا من الشركات رقم واحد في جيزان، مش بشهاده مننا ولكن بتقييم عملائنا، نظرا للنجاحات والعلم والعمل اللي احنا بنشتغل عليه بيكلل النجاح ومكسب شركاء للنجاح. ده عندنا هنا الموقع الالكتروني الخاص بينا، تقدروا برضو تشاهدوه. كل اللينكات ديت هنبعتها ايضا مشتركين على تويتر انستجرام تيك توك، كلها بنقدم عليها محتوى علمي وعملي. اما اللي بيشترك معانا في كورس الدوره التدريبيه هيتميز ان هو بيحصل على جميع المستندات العلميه والعمليه بشكل كبير جدا. لو نرجع لمرحله، احنا قلنا نجاح اي شركه تكييف ونجاح اي مهندس تكييف ونجاح اي فني تكييف ان هو يركز في خدمه ما قبل البيع في المواصفات اللي احنا قلنا عليها، وايضا خدمه ما بعد البيع. قبل ما نروح لخدمه ما بعد البيع، يعني ايه ترمينيشن؟